صباح الخير والعافية على كل مشاهدي الرشيد والناس بحلقة جديدة بالتحديد من داخل الاستوديو. أي شخص حاب يتواصل ويانا وحاب يطرح مشكلته أو يشاركنا بالمواضيع اللي يتم طرحها، الأرقام راح تظهر أسفل الشاشة ومن الممكن أن يتصل عليها. التعليم تعلن بدء العام الدراسي الجديد، قلوبنا مع طلابنا ودعواتنا لهم، وإن شاء الله العام الدراسي الجديد يمر على خير وما تشوفون شر. ولو كورونا قلت عندنا، الإصابات قلت الحمد لله والشكر، وأيضا أعداد الوفيات قلت، يعني إذا أريد نقارنها بدول عربية مجاورة لنا بدنا نشوف بأنه إصاباتهم دا تعبر 3000 و5000 و4000. قول الحمد لله والشكر على كل حال. وباء اجتاح الكرة الأرضية بصورة عامة، ما أثر فقط على العراق، على كل العالم. دائما نسمع بكلام المسؤولين والجهات الحكومية والطبقة السياسية والبعض الآخر من السياسيين يتحدثون ويقولون إنه العراق بلد ديمقراطي بدستوره وله حرية التعبير لكل مواطن عراقي. احنا نشوف الديمقراطية في بلدنا فقط بالمحافل الدولية، وبنفس الوقت بالدستور لا اكثر، ما نشوفها بالواقع. ماكو ديمقراطية عندنا بالواقع، اللي موجود عندنا بالواقع هو لغة السلاح ولغة الاغتيالات ولغة التعذيب والقتل والخطف والقمع. هذا واقع حال بلدنا. طلعوا متظاهرين، قمعوا بصورة غير طبيعية. إذا نريد نتحدث عن الجنوب فدا نشوف القمع بعيننا والدولة بنفس الوقت دا تشوف. إذا نريد نتحدث على شمال العراق أيضا أكو تظاهرات سليمانية، وبنفس الوقت دا يقمعوا بالدخانيات والاعتقالات وغيرها 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 من الأمور السلبية الأخرى اللي تأثر بصورة مباشرة على المتظاهر العراقي. نريد نتحدث على بغداد اللي هي العاصمة، فواقع حال فضت المظاهرات والتظاهرات كما أرادوا السياسيين. كابوس كبير بأذهان وعقول وأحلام المسؤولين هي التظاهرات. البعض منهم من حاول أن يركب الموجة ولم يستطع، والبعض الآخر ركب الموجة وهم ما قدر، لأن الشعب العراقي اليوم واعي ويعرف شنو اللي دي يصير، ويعرف منو اللي وياه ومنو اللي عليه. 17 سنة من ظلم وجور وطائفية وخطف وتسليب وقتل وغيرها وميليشيات وسلاح منفلت. صدق جبناها على السلاح المنفلت. قبل كم يوم هم شفنا فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا معركة بين عشيرتين بالبصرة. شنو دور القوات الأمنية العراقية؟ شنو دور القائد العام للقوات المسلحة؟ ما مليتوا بس حكي؟ شو وقت نشوفكم تطبقون على أرض الواقع كلامكم يطبق على أرض الواقع؟ شو وقت نلتمس من عندكم شيء حقيقي؟ شو وقت المواطن العراقي يحس بأنه هو متنعم بخيرات بلده؟ أخذتوا نفطه وأخذتوا خيراته ووفرتوا كل شيء موجود بالعراق لكم فقط، وتركتوا الشعب، تركتوا الشعب حائر بزمانه ويقدي بالشوارع.
هسه النوب مو بس احنا، البارحة المودة الجديدة سوريين بالشارع، مع حبنا واحترامنا الى الشعب السوري، لكن اللي نشوفهم بسبب ايضا ظروفهم واوضاعهم جو للعراق ونفس الحالة، قاموا يشاركون العراقيين برزقهم. شلون؟ قاموا يتعاركون بيناتهم بالترافيكات، وين ماكو ترافيك لايت تشوف اكو عراقيين وسوريين. بارحة أنا مشكلة صارت قدامي بأحد التقاطعات في بغداد وبالتحديد بالكرادة، وشفنا فد يعني شفت فد شيء غريب، أبو المرور واقف يتفرج، أبو النجدة نفس الحالة واقف يتفرج، وبنفس الوقت أبو الاتحادية واقف يتفرج. شنو دوركم أنتوا إذا واقفين تتفرجون؟ شنو دوركم لعد بالشارع؟ شنو اللي تقدموه المفروض أنتوا؟ شنو اللي تقدموه إذا أنت تشوف مشكلة قدامك وواقف تتفرج؟ المهم احنا نناشد السيد وزير الداخلية وقائد نجدة بغداد وقائد شرطة بغداد، وجه لهم هذا الحديث والكلام، كثرة المتسولين دي يسبب مشاكل كبيرة بالشارع. احنا ما نجي نقولكم لا اعتقلوهم وشيلوهم، لكن حاولوا ان تتعاونون مع منظمات مجتمع مدني، منظمات إنسانية، من أجل التقليل من هاي الظاهرة اللي دا يصير، دا تزداد يوم بعد يوم، وما دا نشوف والله ما شفنا شيء إيجابي. مهم إذا رد أحكي لي على شيء براسه خير سويتوه وقدمتوه أنتوا، ماكو. شحكي على المستشفيات تعبانة، على شنو تردون نحكي؟ على الشارع مين ما نجيبها تعبانة الوضعية وخربانة. الله يكون بعون ناسنا وأهلنا على هالوضعية هاي، الله يكون بعون الشباب الخريجين وغيرهم. ويا اتصال حسين من بابل اللي هو أول اتصال، حياك الله حسين. حيا الله وديهم، السلام عليكم. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله. من جهالك يمك حسين؟ أستاذ أقولك جهالك يمك؟ اي والله. يلا حياك الله. استاذ بخصوص القانون مال الرعاية مال 11، يعني مصوت عليه من 2014 لحد الآن ما طبق، ما يفيدهم، ما يخدمهم، ما يطبقوا. ها؟ أقول لك ما يفيدهم، ما يخدمهم. ليش؟ يعني مال الفقرة هذا برنامج أي؟ بخصوص الفقرة. أي ما دام يفيدك ويفيد المواطنين ما أيوة. يطبقوا. ها يطبقون الشيء اللي يفيدهم اللي بفائدة لهم، مو لون غلطان. صحيح. مو ابو علي؟ اي والله صحيح. وين انت ببابل؟ وين؟ بيا منطقه ببابل؟ بالمهندسين. بالمهندسين. اها بالمهندسين. شو هالمهندسين؟ لا وين غرقانه والله، شوارع غرق تقول بحيرات. لا ها اقول لك ايش عجب هاي بعد، ولا مجاري لا ايش اسمه لا خدمات لا. هذا واقع حال العراق. اي والله. اي ابو حسين مع الاسف والله، مع الاسف. شو تقولهم الحكومتنا الرشيدة؟ والله خدمات، تريد مجاري، تريد يعني مليان. والله مليان، يعني صار 17 سنة ما شفنا خير من هالحكومة هذا. الله يكون بعونكم. الله يكون بعونكم. الله يسلمك. أنا شاكر اتصالك حسين، حياك الله، هلا بيك. ويا اتصال آخر، أم أحمد من بغداد. أم أحمد حياك الله. من واسط. هلا بيك، هلا ماما. الله يسلمك. شلونك؟ الله يسلمك. صباح الخير والعافية عليك. عندنا عليك العافية. قولي يوم قولي أسمعك ماما حبيبتي. قول ما دا أسمع هالمناشدات، يعني بس يعني مثلا عندها قضية مثلا نقول اللي واقع بيته مثلا. قولي يوم نسمع منك ايش تردين تقولي. قولي منبر حر إلك. قولي. أنا ولد مريض يعني. إيه إيه والله، عندك تشمع بالدماغ وعند أمور. هسه طلبوا علينا مستشفى الكفيل 2.5 مليون. زين يعني. زين شنو اللي اللي تردي؟ شنو اللي تحتاجي؟ قولي ماما. اه اريد هسه اريد بس احد يكمل لي فحوصاته، هو عنده ضمور وعنده فرع وعنده تشمع بالدماغ، يقول هذا يراد له فتح دماغ يعني عمليه. وين انت بواسط؟ واسط نعمانيه. والله قاعدين ببيت دوله واقع علينا، والله واقع علينا البيت يعني. شو وقت تقدرين تجين لبغداد تروحين لوزاره الصحه مكتب الوزير؟ والله لازم اوديها. اليوم صار 17 يوم على وعديده كراده داخل، هو دكتوره صار يوم 17 يوم متاخرين.
انت شو وقت تردين تروحين الوزارة الصحة لمكتب الوزير حتى يعني يساعدوك بهذا الموضوع؟ هم يتكفلون بالفحص. وقت ما تقول لي اروح بس غير تكون عندي يعني المكان اللي اروح له. يمه تروحين احنا مخولين برنامج الرشيد والناس على لسان مدير المكتب الاعلامي الخاص للسيد وزير الصحة، ودائما بكل اتصالات يقول انتم مخولين بارسال الحالات الخاصة الى وزارة الصحة وبالتحديد الى مكتب الوزير. ايش وقت تردين تدزج؟ الصبح هو اخذ المريض وياي لو بس انا. اي يمه طبعا اخذي لعتي قابلتي تفحصين، انت مو تردين تفحصين؟ اي هو المن يعني الفحوصات اللي شلو الي؟ الصبح وين يعني بيا مكان وزارة الصحة ما عندها مقدار. يمه اللي يسال ما يتيه. وزارة الصحة باب المعظم. ها وزارة الصحة اريد اقول اريد وزارة الصحة باب المعظم. اي نعم تروحين مكتب الوزير، تروحين الى السيد معتز الشمري. بس كون اتمنى خلوني ادخل يعني. يمه بسرح مال امك دا نلعب. الله يخليك مو دا تناجدينه ودا اقول لك يا امي بس ركزوا وياي شنو أيه. يكون يخليك الدخلين ايه لعدل من دازك انا يا ماما رحم الله والديك رحم الله والديك. يمه تروحين باكر تردين باكر باكر سنين باكر اليوم احد حجيه ما راح تفض وياك ما راح تفض وياك انت هيك شباب اعطوها رقمي اعطوها رقمي طوها رقم للحجية أو أخذوا رقمها. تمام أمي تمام أشكرك أشكرك أم أحمد. ويا اتصال آخر باسم من واسط. هلا بك باسم. صباح الخير أستاذ. يا حبيبي صباح الخيرات والعافية. بارك الله بيك على الله يحفظك. البرنامج هذا الله يحفظك أستاذ ياسر. عندي موضوع على المرور يعني أنا عندي سنوية منتهية إيه وكان التقديم عن طريق الانترنت وكل مرة أقدم 10,000 دينار وهاي 5 أشهر سنويتي منتهية اسمي ماكو زين هسه يقولون انشال على الانترنت يعني زين. والله دوخونا يعني ما أدري يلعبون علينا شو تريد انت هسه شو تريد سنويتي منتهية هسه ما أعرف يعني يقولون انشال التقديم على الانترنت أبدأ أعرف يعني هسه إذا أروح للمرور ايه روح تجددون لي سنويتي تروح للمرور ويجددوا لك السنوية وهم بخدمتك رحم الله والديك شو وقت تريد تروح والله شو وقت ما يعني بس هسه لازم بيش حالة سيادة العميد صباح الخير التقديم على الانترنت انت وياي على الهواء مباشر السيد عميد حيدر مدير اعلام المرور العامة سيادة العميد عندي احد الاشخاص دي يتصل بينا حاليا ودي يسألني على تجديد السنوية قال صار أنا داز رسالة أكثر من 5 أشهر وكل شيء ماكو شلون نقدر نساعده تجديد سنوية نعم تجديد سنوية سنوية ساقطة احنا مو قطة السيد العام المحترم يعني بخصوص التجديد سنوية إجازة والفقدان بدون حجز إلكتروني يعني مباشر يروح زين ايش وقت ندزلكم يا خلي مباشر يطلع على اي موقع قريب عليه يتوكل على على الله ويتوجه للموقع واذا واجه اشكالات نتواصل وياك انت موجود ورقمه موجود وان شاء الله ما يواجه اي اشكالات لان هذا تعميم وصار فيها تعليمات تمام تمام يا حبيبي انا ممتن لك سيادة العميد لا بالعكس حياك الله سيد عميد حيدر شكرا جزيلا اشكرك باسم سمعت انا اشكرك استاذ ياسر روح توكل بالله روح طلع السنوية روح اي موقع قريب عليك طلع السنوية بارك الله فيك حياك الله هلا بك باسم ويا اتصال اخر الو هلا بك هلا باسم هلا بك ابو كاظم حياك الله السلام عليكم استاذ هلا بابا حبيبي هلا بك الله يخليك رحم الله والديك يحفظك الله استاذ احنا بس عندك مناشده مع مديريه البلديات العامه ايش بيها هي المشكله نفسها مع القطع على الاراضي المحجوزه بال 93 سنه 93 اها ليش محجوزه والله يعني طيتك علم بها وقلت لك قرار 117 الشمال اها على قرار 117 تمام تمام ايه. تمام تمام هسه اتاكدك من هذا الموضوع ان شاء الله والاربعاء انطيك اجابه علي صار الله يخليك بعد مناشده ثانيه اي بابا قول الله يخليك على مود التصحيح الاسماء مع المنتسبين وزاره الداخليه صار لها والله فتره طويله ما مصحح اسمائهم رافعين معاملات الوزاره وبالله نايمه من الوزاره فبلكي مسؤول هناك العلاقات اذا عندك
نعم السيد الدكتور اللواء سعد معن، هسه نتواصل لك وياه ونفتهم شنو الموضوع مال تصحيح الاسماء وتتدلل. تصحيح اسماء يعني اللي عنده خطا باسمه. توافق عليه الوزاره وباعوا نايم بالوزاره، يعني ما ترقيات ماكو وكل شيء ماكو متاخر يعني. اي امر بالخدمه تامر. الله يخليك. تامر تتدلل. تتدلل بابا هلا بك. هلا بك حياك الله. هلا ابو كاظم. شباب عندي جاهز ضيف لو البصره. ورم سجاد من عندي جاهز. سجاد من الناصريه. ماما السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ شلون اخوي؟ شلون صحتك؟ هلا بك. شلونك استاذ؟ قولي يوم قولي اسمعك. اخوي ما عندي بيت وقاعده بالايجار وحواسين. وش تردين ام سجاد؟ الف رحمة على روح اهلك. وش تردين اطيش بيت؟ لا لا ما اريد بيت، اريد بس راتب مال رعاية، كل شيء ما اريد منه. اي قولي لي اريد راتب مال رعاية عوف البيت. اي 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 لا ما اريد منك شيء، بس راتب مال رعاية. راتب رعاية، وين انت بالناصرية؟ ماما وين انت بالناصرية؟ السيدة خضير بالحواسن. زين، اكو دائرة رعاية قريبة عليك؟ اي اي عندي. عندك؟ اي اي. زين، شو وقت تراجعيهم؟ ما ادري والله، كيفك انت؟ ألف رحمة على روح بيك. بس أنا ما أحدد، أكو لجنة تحدد، ما العلاقة أني. نسهل لك أمرك وندزك وأكو أكو لجنة تطلع عليك وتكشف تحدد. أستاذ نجم دق عليه مشغول، دا يطلع عليها الساعة أحاول أتصل بيه وحاصله صار. بعد شنو تحتاجين؟ سلامتك يا أخويا، ألف رحمة على روحي لك، سلامتك. انقطع الاتصال. عاود الاتصال مرة أخرى حتى تعطيني تفاصيلك عين أم سجاد. أبو علي حياك الله. ألو. هلا بابا، هلا أبو علي، هلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ ياسر. أي حبيبي تفضل. بس أنت شايل الكنترول أستاذ ياسر. لا لا أنا أخوك الصغير ابنك. سخر الله سخر الله سخر. تفضل أنا ياسر تفضل. ياسر بدي أقول لك عن مود التعليم، بداية حلقتك التعليم يوم واحد الأسبوع. مو شيء؟ اي قلنا التعليم. عزيز قلبي تعلم انا اقول لك بدء العام الدراسي الجديد. التعليم استعدنا شنو شو فرق التعليم الاهلي عن الحكومي؟ هذه دام اسبوع وهي دام يوم واحد، يعني هذه يصير بيه قرانه وهذا ما يصير بيه قرانه. والله ما ادري يعني هم من هو هي غير وزاره واحده وكلها تابعه الى هاي الوزاره. تحير يا شباب، يعني سر الدليل ما يفهم شنو الطالب اللي داوم هنا عراقي درجه اولى وهنا عراقي درجه ثانيه؟ بتفهمني تفهم ايش هو؟ بدل ما يسوي هيك هي الوزاره، الوزاره فيها سوء تخطيط وسوء اداره. بدل ما يسوي هيك اسوي دوامات ثلاث وجبات كل يوم هي ساعتين، بدل ما يوم مكان غايب يداوم ساعتين افضل ما اسبوع كامل غايب. وهيك شو المقترح هذا؟ اي والله صحيح والله صح، هي غير وزاره واحده. والتعليم انتهى، ما صارت مدارس اهليه كثرت مدارس، ونفس المعلم نفسه يداوم بالاهليه، ها يداوم بالحكومه. اي طبعا طبعا يدرس صحيح وهنا ما يدرس صحيح، تسمعني؟ صح صح ابو علي كلامك صح. المفتش العام كان يداوم يجي يزور المدارس يشوف التعليم، راح المفتش مو موجود وراح التعليم عندنا بالعراق. والله يا عم انت والله 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 من كثرة مدارس أهلية، تسمعني؟ انتهى انتهى بابا، انتهى التعليم تقول؟ انتهى، ما في شيء انتهى بقى، هو التعليم انتهى، الصناعة انتهى، كل انتهى، بقى بس آخر وسيلة بس تعليم، وبدي يعرفون شلون يديروها، يعني الطالب يداوم بالأهلية، يداوم صحيح، ويداوم بالحكومة ما يداوم صحيح. عم يعني أبو علي، هنا ما في كورونا. أبو علي، مو يقولون إحنا رجال دولة وإحنا راح نقود العراق نحو الأفضل؟ لا هاي حكايه خي، هاي حكايه بس الاعلام قلبي تشبيك انت قلبي استاذ ياسر، هاي حكايه واعلام. ما كنت التعليم انتهى من المدارس الاهليه كثرت، هسه ما دبروا يقودون حتى وزاره واحده ما دبروا يقودوها. ما يقدروا يدبروها ولا شنو؟ ليش يداوم هنا اسبوع ولا يداوم يوم؟ يعني شو وين صاير؟ اي والله ما صار عمي ما صار. يعني هذا ما صار. شلون راح يستوعب الدروس؟ شلون يقدر يتحول الى الصف الثاني؟ وذاك شمال يا روح والله بلوى. نقول لنا هو انه الله كريم، عمو الله كريم، الحمد لله على كل حال. بقت مناشده صغيره استاذ ياسر قلبي. اي بابا تفضل. ابيك طلعت اتصلت بالعميد المرور بخصوص نعم. الحجز. نعم.
هي الحجز ان شاء الله بس بغداد لبجل المحافظات لان هذه معامله بكل المحافظات عمو اقول الا حجز ماكو هيك حكي بكل المحافظات يعني مو مجاد مال المعامله مال تسجيل سياره الحجز ان شاء الله حتى بالمحافظات لا الاجازه اجازه السوق وتجديد الاجازه هاي اجازه مال تسجيل مركبه ما ادري ما عندي علم بها لكن اتاكد لك من عندها انت تاكد تواصل وياهم اذا قالوا لك الا حاجز احجز ما خسران شيء واذا ما طلع اسمك خابرنا وتدلل ما جتني رساله حتى اروح اراجع ايش قصا لك ايش قد ما جاتك رساله والله بالوهاي هسه مو قد الحوكمه الالكترونيه جبتوها تستعملوها ويا العالم وما مدبريها ومرطين نفسكم ومرطين العالم والله شهر وقالوا عساك يشال الحجز والله عجيب بغداد ومحافظات ان شاء الله ابو عدرس يتاكد من جلسه صار بابا صار اتواصل احجز انتظر خلينا ننتظر نط اسبوع ما سووا لك شيء اتواصل وياي بس اريد من عندك اسمك الثلاثي انقطع الاتصال اوكي عمو تمام صفحتي على الفيسبوك ياسر عامر بالعربي وبالانجليزي دز لي اسمك الثلاثي حتى اتاكد لك من الموضوع حياك الله وياي اتصال اخر انقطع ايضا عاود الاتصال مرة اخرى حتى نفتهم من عندك شنو الموضوع هذا عاجل حالي تفكيك 3 رمانات قرب مسجد جنوبي بغداد ما ندري الوضعية اذا تردون ترجعوها مثل قبل احنا بكل شيء ده نرجع لي ورا بكل شيء بصناعتنا باقتصادنا بكل شيء بزراعتنا ماكو شيء عندنا دا يتقدم تعليمنا شنو اللي ببالكم خدماتنا كل شيء دا يرجع لي ورا لكن دا يرجع لي ورا مو بعد 2003 يعني بعد 2003 احنا عايشين وكنا نشوف شلون الوضعيه وماشي امورنا يرجع لي ورا قبل 2003 دا نرجع للأسوأ العالم تتقدم وتتطور احنا نتقدم شلون رحم لكم يا احنا البلد الوحيد اللي مستقبله وايامه الجايه وواقعه وسنه عن سنه اسوأ اذا ردنا نتحدث على الاقتصاد فاقتصادنا واقع حاله وسلبياته اذا ردنا نتحدث على الزراعه معاناه المزارع تكفي اذا ردنا نتحدث على التجاره والصناعه فمصانعنا مسدوده وذيك يا خير من الله قبل كانوا يشتغلون بها الآلاف من الشباب حاليا مسدودة دعم الانتاج الوطني مجرد كلام لا أكثر كل شيء متوقف عندنا شنو السبب ليش من اللي يتحمل المسؤولية شنو دور الحكومة شنو دور الدولة العراقية شنو دور الطبقة السياسية شنو دور أعضاء مجلس النواب ما ندري من اللي مفروض يسلط الضوء على هذه المواضيع اللي تهم المواطن ما أدري قمنا نشوف دور المواطن وحرصه على بلده أكثر من الحكومة وأكثر من الطبقة السياسية والدليل على كلامي اليوم ضيفي بالرشيد والناس السيد خالد المعموري رجل كبير بالعمر يقدم ويعلم مهنة مجانية إلى الشباب يوضح لهم شلون يقدرون يفتحون مشروع صغير باسمهم وإلهم من خلال تعليمهم على الأدوات الكهربائية وآلية صيانتها واستخدامها بصورة صحيحة ضيف السيد خالد المعموري صباح الخير عليك يا اهلا وسهلا حياك الله عمو وكل الهلا ونورتنا اهلا بيك اشرف بيكم الله يسلمك بالقناه اهلا وسهلا الله يسلمك عمو وضح لي شنو اللي كنت تقدمه ولا حد الان ده تقدمه وشنو اللي استفادوا به نعم. الشباب او استفادوا منه الشباب من خلالك انا استخدمت منصات التواصل الاجتماعي اليوتيوب والفيسبوك وسخرتها لهذا المشروع المشروع صار له تقريبا 4 سنوات نعم على اليوتيوب قدمت حوالي 1227 فيديو
هاي الفيديوهات كلها تخدم اكثر شيء شريحه الشباب. نعم. نعرف الشباب اغلبهم دا يتخرجون وما يلقى اي مشروع يقدر يفتحه. نعم. لا اكو تعيينات بالدوله ولا اكو شخص يدليهم على الطريق الصحيح. فالحمد لله والشكر انا جتي الفكره ببالي حتى اخدم هاي الشريحه من الشباب، اوجههم توجيه صحيح، يعني توجيه مو بس اعلمه افتح هيك وسوي هيك، لا بنفس الوقت اوجهه نفسيا، يعني هواي ناس عندهم شيء اسمه حاجز الخوف. نعم. فاني ادخل بنفسياتهم واتناغم وياهم بحيث اخلي الخوف تروح من عنده. نعم. لانه الخوف هو اكثر شيء ياثر على الشخص اللي يتعلم، لانه الحاجه كهربائيه دائما. فشون خاف افتحها، خاف تنكسر، خاف تنفجر، خاف تنتل، يعني هواي معرقلات. فحاولت ادخل مجال التصليح، يعني اي شيء يجي للورشه مالتي اوضحه للناس. نعم. فيديو 5 دقائق 10 دقائق، وقسم من عندها سويت لهم سلسله مع التعليم، يعني مثلا لف الماطورات هاي معضله عند هواي ناس، يعني يخافون يتقربون هاي المهنه. وحتى باليوتيوب الفيديوهات كلش قليله وتلقى بس الفيديوهات الاجنبيه. فسويت لهم سلسله من الفيديوهات على لف الماطورات من البدايه للنهايه. نعم. مو بس هاي، يعني حتى الشاشات، المراوح السقفيه، المراوح المنضديه، الغسالات، القطع الالكترونيه، الساتلايت، يعني نعم. اي مشكله تواجهك بالجهاز بالبيت تروح على القناه مالتي تلقى بيه شرح وافي. وحتى لو مو شرح القناه مالتك باسم منو؟ عمور خالد المعموري. خالد المعموري، انت تستحق واحد يسوي لك اعلان وتستحق واحد يروج لك. انا على الفيس. انت تقدم خدمه نعم يمكن الدولة بنفسها ما قدرت تقدمها. الحمد لله والشكر. أنت توفر عمل للشباب، يعني يمكن الكثير من الشباب إذا من 1,000,000 متعلمين من عندك فهاي ألف بيت أنت فاتح. الحمد لله والشكر. كثير من الشباب ما لاقين شغل ولا عمل. دخلت بيوت الناس بالفيديوهات، يعني الناس هواي تابعتني بشغلة التصليح. أنا شايف لك مقاطع فيديو شلون تلف مثلا الماطور الكهربائي. نعم. أو الموطارات مال غسالة غيرها من الأجهزة الكهربائية الأخرى. نعم. زين عمو هاي شلون دا تشوف استيعاب الشباب إلها بشرحك بتعليمك؟ نعم. إلهم والله هواي أكو ناس توجهت على هاي الشغلة، يعني فتحوا محلات الحمد لله والشكر. مو بس هاي أتواصل وياهم أنا، يعني مو بس ما انقطع من عندهم، لا أتواصل وياهم عن طريق التليفون وحتى أحل هواي مشاكل بالتليفون. مو بس هاي، حتى المواطن ببيته مثلا يوقع بمشكلة شاشته بيها فد مشكله معينه اتخابر وياه بالتليفون ونحل المشكله. يعني اي شغله تصير عنده بالبيت قاموا يدخلون على اليوتيوب ويدورون المقاطع الفيديو. فمنين ما يدخل على اليوتيوب راح يلقى مقاطع الفيديو مالتي تفيده. ولهذا المتابعين الحمد لله والشكر قاموا شوي شوي الناس تفتهم الشغله، اي عطل عنده يدق بالانترنت يطلع عنده طريقه التصليح. مو بس انا، يعني انا انشر وهاي الناس ينشرون. نعم. فاستفادوا من هاي الشغله. وشغلة المشروع مهمة جدا بالنسبة للشباب. صح. لأنه الشباب يتيهون بهاي الشغلة، إذا ما يلقى له مشروع ويلتهي به احتمال ينحرف انحرافات مو زينة. تمام، بارك الله بك عمو، أني أشكرك على وقتك اللي نطيتنا إياه، وتحياتي إليك، وإن شاء الله نشوف بالمستقبل إليك ورشة تقدر تعلم بها الشباب من خلال مكان إليك خاص. تحياتي إليك وأشكرك. البصرة ومشاكلها اللي لحد الآن ما من حله. خلينا نشوف مراسلنا علي عدنان من البصرة. حياك الله علي، صباح الخير. صباح الخير ياسر. وين اليوم علي؟ يا منطقة شنو هاي البحيرة الوراك؟ بيا جزيرة أنت اليوم؟ ياسر احنا اليوم بمنطقة البراضعية بالبصرة. هذه المنطقة مشروعها من 2012 تقريبا، لحد هذه اللحظة لم يكتمل. الأهالي اليوم موجودين وطلعوا تظاهرات وناشدة وطالبوا، يعني بعض المسؤولين أو الشخصيات المهمة من الحكومة المحلية متواجدة وساكنة بهذه المنطقة. هذه المنطقة المشروع مالها من 2012 لليوم ب 20 مليار ما اكتمل نهائيا. يعني احسب الوقت صار له شقد وشوف البحيرات الموجوده.
يعني برأيك هذه منطقة ما السكن يقدر واحد اليوم يعني تخيل احنا قوة وقدرنا نوصل ونصعد على مود متر ونص اكو رصيف موجود نقدر على مود بس نشغل الكاميرا ونغطي المكان يعني لا مدارس الاطفال يقدرون يطلعون جاي تلاحظ هاي بلم بلم يراد لكم الجزمة احنا هو راح نرجع للبلم يا بلد مع الاسف هذا واقع حال العراق ما اعرف يعني ابلام يمكن يستخدمون جزمات يعني بهاي المدينة العريقة خصوصا ما يعني منطقة البراضعية تعرف ايش قد اكو مسافة قريبة عن القصور الرئاسية والمتحف الموجود الوفود علي كل الوفود انا سامع على هاي المنطقة من دول العالم هي من, هذا من من اهم المناطق في البصرة ومن ارقى المناطق ومن الممكن بانه ايضا حتى عقاراتها اسعارها تختلف عن البلدان عن المناطق الاخرى مو صحيح هذا الكلام لو متوهم نعم. اني هذه المنطقة من أغلى المناطق بالبصرة من ناحية العقار ما شاء الله. والسكن كلية الطب أمتار عن هذه المنطقة مستشفى التعليمي أمتار عن هذه المنطقة السفارات كلها موجودة بهذا الشارع مع الأسف يعني ما أعرف وين دور محافظ البصرة وين مدير المجاري يعني أنت طلع آلياتك مدير المجاري وينك اسحب هاي المياه مدير بلدية مدير المجاري شنو ذولي وينهم سيد المحافظ وينه أحد سيد محافظ البصرة وينه ما اعرف محافظ البصرة وين ناشدتوا محافظ البصرة انتم كأهالي اليوم شلون عايشين هنا والله احنا بالنسبة هاي المنطقة منطقة البراضعية من اقدم مناطق البصرة طبعا ومنطقة سكنية تبعد عن شط العرب قريب كلش مستشفى التعليمي بصفنا كلية الطب بصفنا القصور الرئاسية بصفنا القنصليات الروسية التركية كلها موجودة هنا ومسؤولين هم موجودين هنا ساكنين بس نريد نفتهم ليش أستاذ أسعد العيداني ما يقبل مناشدتنا كل ما نجي نسوي مظاهرات نسوي لقاءات بالتلفزيون نطلب لقاء ويانا حتى نتفاهم على هاي المنطقة ليش منطقة العيب بالمسؤولين العيب بالشركة نروح للشركة يقولون المسؤولين البصرة ما يطول فلوس نعم. نخابر الأستاذ حكيم المياحي يقول ما عندنا فلوس زين لمن نروح لمن ناشد أعضاء البرلمان ناشد ورحم الله والديكم تدخلوا بالموضوع ماكو هذه هسه لا عندنا طفل يقدر يطلع يروح لا طلاب يعني مدارس. واقع مأساوي انتم شلون عايش طلاب مدارس وهسه قدامك اذا انزل لهنا الماي هاجف قدامك ماي شارع ما السيارات ما تمشي هاي حتى البيوت غرقانه علي مو حتى البيوت لا سياراتنا تقدر حتى بيوتهم غرقانه البيوت صاعد ياسر صاعد الماي يعني لحد الباب البيت يعني ما اعرف شلون انت هسه لو مسؤول اي مسؤول بالبصره اليوم تقبل هيك وضعيه بيتك تقبلها من اللي يرضى رئيس المجلس البلدي متواجد طبعا وراح يحكي اليوم بصوره واقعيه شنو سويتوا انت من اهالي المنطقه رئيس مجلس بلدي رحت تحدثت مع الحكومه بسم الله الرحمن الرحيم انا اناشد وملينا من المناشده وتعبنا من الاتصالات وتعبنا من كل الامور نعم الى كافه المسؤولين اللي يعتبر مسؤول قفوهم انهم مسؤولين امام الله ومسؤولين امام القانون منطقه البراضعيه تعتبر المنطقه الاولى على المستوى الجغرافي في محافظه البصره نعم منطقه البراضعيه من المناطق لا اريد اميزها على بقيه وانا من الناس الخيرين الطيبين المتحضرين الذين من اقدم ما صنعت البصره ما اريد بعد اناشد اكثر لانه مذلينا من وراء المناشده تحطمنا كلنا احنا ولد الشيوخ واعضاء وعندنا اتصالات ولكن احنا مرات نقف ستوب لانه لا نريد ان نعمل مثل بقيه المتظاهرين اللي يسد ساحه الطيران ويسد التعليمي ونوقف ونعرقل مسيره الحياه بالمنطقه ولكن اذا اضطرت الحاله ساجمع ابناء منطقه البراضعيه واقف سد منيع وامنع الطريق تردون تعاركونا عاركونا تردون تقتلون بينا قتلوا بينا هذا الواقع اللي موجود يا استاذ اسعد العيداني يا شيخ ابن شيخ وانت طيب واحنا ما نريد انت انا 20 مرة وصيت ولد يمك هسر دحشيه نصر اسمه ابو رسول من اقرب اصدقاء قلت له بس اريد مقابلة ويا المحافظ كنا معتمدين على مجلس المحافظة استاذ صباح البزوني وشيخ سلمان مسؤول المجالس البلدية نروح نطرق الابواب من يستقبلنا بقدر ما يستطيع وهسه المحافظ شنو ما يستقبلكم الان احنا اصبحنا لا شركة ولا اعمار ولا سحب مياه هاي
هاي المجال يشوف البصرة يا جماعة من يرضى؟ هل يوجد ضمير بهذا العمل؟ هل توجد إنسانية بهذا العمل؟ أبناء البراضعية اللي تعتبر البراضعية كورنيش البصرة، متنزه البصرة، الكورنيش مالها كانت العالم تجي والله حالة دول اليوم كلها تتحسر اليوم على البصرة، تضمن ضمير يعني هاي هاي كورنيش البصرة، يعني كورنيش البصرة اللي كنا احنا موجودين بها الآن أصبحت البصرة من ضمن المناطق المنكوبة، من ضمن المناطق التي تحطمت. ليش يا أخي يا أسعد العيداني؟ الآن أنت المسؤول، لا يوجد مجلس محافظة ولا يوجد، أنت مسؤول أمام الله، تزلنا أحد ينظمنا البراضعية لو بس تبليط مستشارين وين؟ بس تبليط يعني، يعني أنت عندك كثير من المستشارين والناشد حتى ضرغام الأجودي والناشد طاهر التميمي ونواب البصرة 25 نائب، يعني نواب البصرة وينكم؟ يعني ليش احنا البراضعية مهملة؟ ليش البراضعية مهملة؟ هاي المنطقة الناس متحضرة مو أصحاب مشاكل. نطالبكم بالله عليكم أن تكونون أصحاب ضمير إنه وأصحاب وجدان. هاي البراضعية شوفوها. وهذا الأخ ياسر يعني شوف اليوم كل حتى الشباب اليوم ما تقدر تطلع، يعني معقولة اليوم قلت لك راح نرجع الموضوع الجزمة؟ هذا الشيء اللي يعني شيء مضحك مبكي يعني، مع الأسف مع الأسف. يعني أنت اليوم شنو وين رايح؟ حدثني اليوم شنو؟ بعد إحنا للدوام واللغة بعد أجل الله السامع الحذاء، هذه بالجزمة يعني، هاي إحنا هنا 2020 ومطلين على سنة 2021 بالجزمة. هذه البصرة اللي 4 تريليون خسروا عليها وحصت منطقة البراضعية اللي هي يعني كمنطقة جغرافية صغيرة شارعين 20 مليار من غير المشروع المحالي للمحطة. علي سئلة وين راحت ال 20 مليار؟ سئلة فرحانين انه الاخبار تداولت يوم امس ان ان ان, إن, إن نفط البصرة الخفيف اصبح 50 دولار، صعد من بعد 9 اشهر. 20 مليار مال المشروع وين راحت؟ هي ال 4 تريليون مالت البصرة كلها وين راحت؟ حصة البصرة البراضعية 20 مليار من 2013 الى هذا اليوم. تظاهرني ناشدني ماكو من مستجيب. زين انت ابو المجاري وينك؟ وين ابو المجاري؟ المن موجوده دائره مجاري في محافظه البصره؟ المن موجوده دائره المجاري؟ المن موجود مكتب شؤون المواطنين؟ المن موجود معاون المحافظ لشؤون الخدمات؟ المن موجودين النائب الاول، النائب الثاني، النواب، لجنه الخدمات، لجان ومستشارين ومعاونين ودوائر خدميه؟ وتالي هذا حاليتنا 4 تريليون المشاريع اللي خطواتكم بالايام الجايه اذا ما صار حل. خطواتنا في الايام الجايه وفي هذه الايام راح ننصب اعتصام، خيمه اعتصام اهالي منطقه البراضعيه في ساحه الطيران في قلب مركز محافظه البصره. يعني عيب عيب هذه البصره. هسه احنا هنا واقفين هنا متحف البصره الحضاري على مقربه خطوات من عندنا، وفود اجنبيه تجي، هيئه الحشد الشعبي موجوده، مركز جعفر الطيار للعلاج، مستشفى الصدر التعليمي اللي هي ثالث أكبر مستشفى في البصرة، كلية الطب، كلية طب الأسنان، معالم ما تكفي لهذه المنطقة. زين الكورنيش بصفني، مركز البعثات الدبلوماسية هنا موجود، مركز الأمم المتحدة، بعثة الأمم المتحدة موجودة هنا بالبراضعية. ما يعني من المخجل نحمل المسؤولية الأولى. نعم. على هي السيد أسعد العيداني. السيد أسعد العيداني يعني الشركة ترمي الكرة تقول الحكومة ما ناطيتني، الحكومة توبخ الشركة والمواطن بين المطرقة والسندان. شكرا ياسر. كل مناطق أو نعم. كل شوارع البراضعية من المدخل الرئيسي يعني الشوارع الفرعية نعم. يعني تعاني هذا الحال غريب. مع الأسف هذا الحال. لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي للإذن اللي ربما ما يسمعونها المسؤولين بالبصرة. مع الأسف مع الأسف يعني اليوم أرد أقولها بكل حرقة، مع الأسف. نعم شايف لك مقاولة يعني مقاولة يطوها المحافظة نص شارع. شنو هاي المقاولة؟ نص شارع هسه تطلع للشارع العام. خلي يوضح لنا شنو هاي المقاولة. هاي المقال مشروع يعني شارعين نص شارع ما يوصل للتعليمي. والله كلفت اي ما يوصل للتعليم. مستشفى هاي شوف هسه قدامك، هذا حده، هذه منطقه ما مشموله، هذا حد الحد الماي. هاي المقاوله مالتهم. شلون ما مقاوله يعني؟ خليت الشركات هسه ما ادري هسه احنا نتصل هاي ابو علي وهاي نتصل بمدير الشركه. مدير الشركه يقول عمي ما ينطونا فلوس.
يعطونا فلوس خلال شهر ونسكن منكم منطقة. ترى هاي كملت، هاي الجديدة كملت، هذيك الجديدة هاي ورا بيوته كملت تبليط وارصفة. بس هذا بس هاي المنطقة ما كملوها. اختاروا اليوم شركات ترتقي بالبصرة، هسه ليش تجيبون الشركات الفاشلة؟ هسه يقول لك عمي العيب بالدولة بالمحافظة. يقولوا عندنا ناشد السيد محال البصرة مرة ثانية، أريد أقول له لا رد، ما أريد نحكي بالنحو، أريد نحكي بالعامي. أريد أحكي وياك أستاذ أسعد العيداني، أنت مسؤول بالبصرة، يعني أنا بس أسألك سؤال. البلدية أكو عندها معمل مال أسفلت ومدير المجاري موجود وكله، ليش أنا أريد أقول لك أخذ الفلوس مال البراضعية اللي موجودة الطلب، سوي البراضعية بها مؤقتا وبطلنا شارع لما تدخل شركة حتى تتعدل البراضعية. أكو فلوس للبراضعية عندكم أو عند الشركة، هذا العمل سووا به البراضعية، دزونا البلدية. وأكو بالبلدية معمل مال اسفلت، خليج معمل زي يسحب الماي ويبلطلنا الشوارع. ليش مهملة البراضعية؟ ليش متروكة البراضعية؟ ليش ما تعملون؟ مو إن اعملوا لضمائركم، لإنسانيتكم، اعملوا لله. نعم. خلونا احنا كشعب، احنا شعب تبهذل، شعب انتهت قدراته على المقاومة ويا هاي الناس، ولكن ما نريد نطور الحديث اكثر. اعملوا لله، اعملوا في سبيل الله. شكرا. تمام. ياسر، رسالة من اهالي البراضعية اليوم يحملون محافظ البصرة وكل المسؤولين الموجودين وتحديدا محافظ البصرة. نعم. مسؤولية هذا الإهمال اللي جاي تشوفه اليوم في هذه المنطقة اللي منكوبة، هذه منطقة منكوبة، منطقة البراضعية. تمام علي، تمام. هذا حالها راح نعم الأيام الجاية لازم يكون هناك رد من قبل محافظ البصرة للأهالي، من قبل مدير المجاري، مدير البلدية، كلكم تتحملون مسؤولية هذا الإهمال الواضح. وصلت الصورة وواضحة أمام الجميع، وواضحة أمام السيد محافظ البصرة وأيضا مدير البلدية ومدير المجاري والمعاون الخدمي لمحافظ البصرة. صارت الأمور كلها واضحة وشافوا المنطقة بمطرة بسيطة غرقت مع الأسف. تحياتي لك علي، أشكرك. هذا واقع حال العراق. كل شيء تسوون للعراق، حكمتونه وهذا اللي وصلتونه له. كل شيء ما قدرتوا تسوون، كل الطبقة السياسية، ما نتحدث فقط عن فئة أو طائفة، لا نتحدث عن اللي لازمين الغربية، نتحدث عن اللي لازمين الجنوب، نتحدث عن اللي لازمين الشمال، نتحدث عن اللي لازمين المناطق الوسطى، المحافظات الوسطى. شنو اللي سويتوا انه؟ انا اليوم كمواطن اريد افتخر بحكومتي، اريد اقول بان الحكومة ايش سوت لي، الحكومة ايش قدمت لي، الحكومة بلطت، الحكومة سوت المجاري. يعني ما ادري انتم من السافرون تشوفون برا تمطر نفس الوقت وشوارعهم ناشفة، شنو سحر؟ عندهم خدمات، شوارعهم جيدة، المجاري مفتوحة، أكو عمل بغيرة وحب للبلد وضمير. إلا إحنا، إلا إحنا اللي دي يصير بينا ما صاير بأي دولة بالعالم. ما ندري مين جيتونا، شلون حكمتونا، شلون وصلتونا إلى هاي المرحلة. طبعا مو فقط أنتوا تتحملون المسؤولية، لا أيضا الشعب بنفس الوقت يتحمل جزء من المسؤولية. لكن الشعب شبيده من صدق بيكم وسمع كلامكم اللي سويتوا له العراق جنة من خلال الأبنية والمشاريع والشوارع والخدمات. قلنا راح تقلبون العراق دبي، لكن مع الأسف كل شيء ما شفنا منكم. ومن الممكن أصلا حتى بالأيام القادمة والسنوات القادمة ما راح تشوفون شيء براس خير يليق بينا كعراقيين. أرد أعرف أنتم من يا ملة، شنو أنتم، منين منين أنتم؟ حسب الله ونعم الوكيل على كل شخص وصل المواطن العراقي
إلى هذه المرحلة. ثمان الله.